يعني ببرامجك صارت بعض المشاكل. نعم. وصلت قضايا، يعني صارت قضايا عام. نشوف مثلا فلان نزل ببيان او فلان. نعم. تعرف جاسر. نعم نعم. تنقهر. شاعر عباس عبد الحسن تقصد. أبو الفضل. أي ألف تحية. طيب. للطيب الإنسان الراقي. أبو نعم. الفضل يعني أنا أعتبر شهادتي مجروحة، أخونا الكبير وصديقنا وصديق الكل، يعني صح. ما عنده هاي العقل، صديق صغير وكبير. أبو الفضل عباس عبد الحسن اللي عاشره وتقرب منه يعني إنسان يعني ما أعرف شو أقول. حبيب. طيب إلى حد الطيبة. حبيب والله. ورجل طيب ومتسامح وكل إيه. الصفات الطيبة بعباس عبد الحسن. لكن بسبب برنامجك طاحت النرد علي. لا 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 عباس عبد الحسن عباس عبد الحسن هو رجل كفو واسم مهم. شاعر مقاوم. ما ممكن انه تفاصيل تاثر على عباس عبد الحسن. لا شلون اثرت علي؟ تاذى نفسيا تاذى. لا ما يتاذى ما يتاذى لانه من حبيب الحبيب فما يتاذى. اكيد هي من حبيب الحبيب. من حبيب الحبيب خلص مو عدو اللي ضره. لا لا لكن مرات تكون من الحبيب اقس المها اقوى. لا ما يخالف بها طعم. ها؟ والله بها طعم. هذه مسألة. خليني أستاذ رسلان أوضح فد موضوع للأمانة. ايه؟ للأمانة وأمام الله سبحانه وتعالى وخلي الناس أنه يعرفون الحقيقة. ايه؟ عباس عبد الحسن الرجل حاول أكثر من مرة أنه أوصل الرنين. ايه؟ حتى يتم الصلح يعني ويتراضون. ايه؟ من اتصلت برنين كانت يعني موجودة ولكن قالت راح أسافر. قلت لها على ما أجي من البصرة كذا فسافرت لبنية. بعدها أنا هملت الموضوع. عباس يمكن ما لح علي بالموضوع. فصار الموضوع برود وإلا مو تقصد من عباس عبد الحسن أنه ما يقدم اعتذار الرنين. وعباس حتى لو واحد عدش أقوى طلاب هاي جاي يسولف لك إياها للأمانة. بس اللي ثار رنين شنو الموضوع؟ مو برنامجي. لا لا احد البرامج الشعريه برنامج اخر طلع به عباس عبد الحسن بعد برنامج توارد ايضا اثار الموضوع هنا رنين. لا هو كان الضيفه هي واثارت الموضوع. لا لا قبلها حبيبي قبلها طلع عباس عبد الحسن بنفس البرنامج ايضا ذكر رنين. صح تمام. فهي هي هنا اختارت نفس البرنامج حتى ترد علي. صح. فالموضوع مو موضوع توارد. أي هذا للتوضيح. اي بس هو الحركه اللي سواها كانت في برنامج. المهم نعم. هذا ما كنا مثل نعم. ما يقولون الف تحيه لابو الفضل. الف تحيه لك. الاسماء اللي نذكرها يعني انت ما تتقصد تثير المشاكل. لا لا مستحيل.